يا تارك الصلاة إلى متى تأبى الصلاة وتهجر الركعات؟ لمن تكاسل عن أداة فريضة وأراك صاروخا إلى الشهوات؟ ما لي أراك إلى الصلاة مخدرا وأراك منطلقا إلى العطرات؟ نادات ربك للقائه بخمسة وتقول يا رب لست بآتي. أكثير على من خلق الورى ضوائر وعلى حبيبك تهدر الأوقات؟ أولا تخاف من البلية غرطة وتخاف أن تأخذك في لحظات؟ فرعون وهامان وغيرها مضوا ومصيرهم ظلمات في ظلمات. ومن الرجال من يواريهم ترى لكنهم أحياء في الجنات. فاختر طريقك في الحياة فإنما أعمارنا ساعات في ساعات. واسمع نصيحة مشفق تنزو بها من بين أهوال ومن قربات. والله أسأل أن يديمك لذة وسكينة تأتيك في السجدات. فاغفر إلهي ذنب كل مقصر وارزقنا جبالا من الحسنات. الله أكبر في الصلاة منها للدين فيها الأنام رشاد. الله أكبر يا آدم كبري بفريدة يهف لها العباد. وتهيم أرواح الخلائق بالهدى بمساجد يزهو بها الأعتاد. عمروا المساجد بالصلاة جماعة فهم الأكارم من وراء الأشهاد. بشهادة التوحيد تعلو كوننا وحياتنا جمعا لها منقاد. خمسا من الصلوات نتبع نورها بفريدة فيها لنا الإرشاد. بالفجر والظهر الصلاة فريدة والعصر فرض ساطع وقعد. وكذا بالمغرب والعشاء قلوبنا
وصلاة جمعة باجتماع الحاشدين فيه ائتلاف شامل وتواتر، وصلاة عيدين انتهجنا كلنا في طاعة تأتي بها الأعياد، وقيام الليل بالخشوع لربنا نسلا به قد أفلح الزهاد، والوتر في ختم الصلاة بليلنا بشرى لنا في الصالحات والذات، وصحائف الحسنات تربو بالتقى بصلاتنا وصلاحنا تزداد. وبها ننال شفاعة للمصطفى يوم النشور وقد أتى الميعاد، والناس بالكرب الشديد صلاتنا نور لها إشراقها مهتاد، وننال من حوض الرسول المجتبى ريا به للصالحين وداد. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الرسول سداد. في ليلة الإسراء لا حريقها وبراقها للمصطفى منقاد، بالقدس والرسل الكرام إمامهم طهى به قد حفت الأمجاد، حتى تلقى فردها في سدرة علوية فيها له الإلفاد. خمس بخمسين الصلاة أجورها تغفو لها في الطيبات عباد، لصلاح أعمال يكون صلاحها وفسادها إنسادنا الإفساد. فاحذر من التفريط فيها إنها للدين يا ابن الأكرمين عماد. أيضا نخص محمدا بصلاتنا، إن الصلاة